قال أصدق القائلين عن عباده الصالحين: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ثم قال ربنا: لا يحزنهم الفزع الأكبر. قول ربنا الفزع الأكبر هذه صفة وموصوف، فيدل على أن هناك فزعا دون الفزع الأكبر، ويدل على أن الفزع الأكبر غير الفزع الأول. قال الله عز وجل في النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلون. وقال جل وعلا: وهم من فزع يومئذ آمنون. وقال هنا في الأنبياء: لا يحزنهم الفزع الأكبر. قال بعض أهل العلم: الفزع الأكبر يوم يقوم العباد ويحشرون، لأن أحدهم لا يدري أين مآله، وهذا قول حسن لكننا لا نرجحه. وقال آخرون: الفزع الأكبر يوم يذبح الموت ما بين الجنة والنار، وهذا قول حسن، لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن الفزع الأكبر يوم تطبق أبواب جهنم على أهلها. فإذا أطبقت أبواب جهنم على أهلها كان الفزع الأكبر، فيأمن أهل الجنة أنهم لن يخرجوا من الجنة إلى النار، لأن أبواب جهنم قد أطبقت وأغلقت. ربنا عز وجل يقول: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة في عمد ممددة، فتغلق عليهم أبواب النار. فيطمئن أهل الطاعات أهل الإيمان جعلنا الله وإياكم منهم أنهم لن يدخلوا النار، لأن أبوابها أغلقت ووصدت على أصحابها. فهذا أيها المبارك والعلم عند الله هو معنى قول الله عز وجل: لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون.